وفي العراق توافدت العائلات إلى مدينة الزوراء حيث نصبت شجرة الميلاد بكامل حلتها والتي يعلقون عليها آمالهم لاستعادة البلاد أمنها، ويتزامن ذلك أيضا مع احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. آمال علقها العراقيون على شجرة الميلاد الكبيرة التي نصبت في وسط مدينة الزوراء في بغداد، آمال باستعادة البلاد للأمن والأمان. أجراس الميلاد التي ستقرع في كنائس بغداد والمدن العراقية اليوم احتفالا بمولد السيد المسيح، ستتعالى معها الأكف من أجل عودة من هجرتهم الحروب في دعوة علنية للمحبة والسلام. عيد رأس السنة نتشارك إخواننا المسيح، ويا رب خير وسلامة هاي السنة الجديدة ويلتمش منا. فرحة الأطفال بالبابا نويل الذي وزع الهدايا عليهم كانت استثنائية لما تتمتع به مدينة ألعاب الزوراء من خصوصية للعراقيين، فهي مرتع لهم للترفيه عن أنفسهم وعوائلهم. وتصادف هذا العام احتفال المسلمين بعيد المولد النبوي وعيد الميلاد المجيد في وقت متقارب، ما دفع الكثيرين للاستبشار بالخير باعتبارها دعوة للتوحد بين مكونات الشعب والبلد الواحد.